مجلة فرانس فوتبول اتكلمت عن افضل تشكيلة في العالم بعد المباريات اللي اتلعبت في كل التصفيات الاخيرة. فاختارت مين بقى؟ اختارت رمضان صبحي النجم المصري، نجم منتخبنا الوطني والنادي الاهلي، ضمن التشكيلة المثلى او التشكيلة الافضل للعالم بعد المباريات دي. تعالوا نشوف التشكيلة كان فيها مين. كان فيها يا سادة موزليرا، ده حارس مرمى اورجواي، داني الفيش طبعا الظهير الايمن البرازيلي هو قدام حضراتكم، في كمان جيوف كاميرون الامريكي والكاميروني، نيكولاس نوكولو ده كقلب دفاع، ناحية الشمال هيكتور جوناس ده لاعب طبعا منتخب الالماني، وخط النص نوكولو خط النص قلنا الارتكاز نوكولو كانتي لاعب ليستر سيتي الانجليزي، قدامه رباعي خط الوسط توماس مولر نجم المنتخب الالماني، وكجاوة طبعا هو قدام حضراتكم، ورمضان صبحي ناحية الشمال والعربي ناحية اليمين، وقدامهم جيمي فاردي هو اللي احنا معلمينه لكم بالعلامه الحمراء على ايديكم الشمال اهو. مبسوطين جدا جدا لما بنشوف نجومنا المصريين، ناس بتتكلم عنهم بشكل ايجابي.